temporary and permanent anterior teeth اللي هي اسمها luxation. ما نشوفوا كلمة luxation شنو معناها؟ displacement. اوكي displacement بأي اتجاه، المهم انه كلمة luxation معناها displacement. راح نجي ناخذها بالتفصيل. احنا اخذنا بالمحاضرة الاولى مع التروما، اخذنا جزء مبسط هيجي فد يعني اشياء تعتبر مقدمة للمحاضرة اللي راح ناخذها اليوم. اليوم راح ناخذها بالتفصيل. قلنا انه يعتبر من تجي كيس تروما للكلينيك، وشلون انا هو اني اعرف اسوي لها دايجنوستيك وتريتمنت يعتبر هذا تشالنج. صحيح قلنا تشالنج يفرق عما انه اني يجيني بيشنت عند دنتال كيريز، احنا مو نقلل من قيمه انه اني اعالج دنتال كيريز، بس انه اني شلون اعرف اسوي دايجنوستيك واعرف اختار التريتمنت مالتي، هذا يعتبر بحد ذاته تشالنج. نجي هسه بالتفصيل. عندي الانتروجن اند اكستروجن اوف تيث، مو احنا حكينا عن هذا الموضوع بالمحاضره الاولى. الانتروجن الضربه قلنا مثلا من تجي فرضا اجتي من التشن بحيث انه دخل التوب انسايد تسوب او اكزيالي يكون عدل يدخل زين بحيث انه ما يكسر لي لا البقال، هاي اذا تتذكروها المحاضره الاولى مال تروما، ما يكسر لي لا البقال بليت ولا البليت، يفوت عدل اكزيالي. اذا يريد يكسر شيء بالانتروجين شو راح يكسر لي؟ يكسر لي البيز اوف ذا سوكيت. اوكي؟ يعني داخل القوه ممكن يكسر لي البيز اوف ذا سوكيت. عندي الدي موست، من يسال شنو الموست سيفير ديسبليسمنت، الموست سيفير فورم اوف لوكسيشنز، من هو؟ الانتروجين. ليش؟ لان الانتروجين شو راح يسوي لي؟ راح يسوي لي سيفير دامج للبريودنتال ليجامنت. فهسه هم حسب تصنيفهم من هو السيفير فورم؟ هو الانتروجين، لانه ممكن شو يسوي لي؟ سيفير دامج للبريودنتال ليجامنت، وبالتالي الانسيدنس مال اكسترنال روت ريزوبشن راح يكون عندي عالي. مثلا تجيني كيسات تروما، اوكي؟ يبقى التوث قاعد بمكانه، ما عندي شيء، ممكن يسوي لي فراكتشر بالكراون كذا، بس ما عندي ديسبليسمنت، مو راح يتعرض. طبعا هي اكو محاضره كان المفروض ناخذها بس هم بغداد لغوها اصلا، محاضره مال رياكشن للتروما. اوكي مثلا يصير هايبرينيا، يصير انكيلوسيز، يصير روت ريزوبشن بي، هذه كلها اشياء. هاي الاشياء الروت ريزوبشن اكثر شيء وين اشوفها؟ اشوفها باللكسيشن بالديسبليسمنت. بس انه مثلا انا عندي ماكو ديسبليسمنت واكو عندي فراكتشر كراون او بس هيجي يكون توت اندر شوك، ممكن يصير بي يعني ريزوبشن، بس مو مثل الانسيدنس مال الفليشن. اوكي فاني من شنو اخاف؟ من صار بي روت ريزوبشن يعني مشكله صار بها كومبليكيشن، خصوصا اكسترنال. اكسترنال مشكله، الانترنال انا ممكن اسوي دواء عاجل، اكسترنال صعب اسيطر عليه. فاذا انتروجين يعتبر سيفير فورم اوف ريزوبشن، يسوي لي سيفير دامج للبريودنتال ليجامنت، ممكن يسوي لي اكسترنال روت ريزوبشن. دكتور هاي بالعمل ولا ما نكتسب؟ هسه راح نجي نحكي بالتفصيل، هاي بشكل عام بعدين راح نجي نحكي بالتفصيل برايمري والبيرمننت. زين ذا توث الانتروجين ممكن يكون بارشلي انترودد توث، ممكن يكون كومبليتلي مشوفه كليته. اوكي فهو اما بارشلي اور كومبليتلي انترودد. شنو الافضل تريتمنت له؟ افضل شيء انه هو انتظر انتظر هو وحده يطلع. هاي ان جنرال هذا الكلام يقول انه افضل ابروتش ذا بيست ابروتش از تو ويت اند واش فور ذا توث تو ري ايربت. اوكي هسه بدنا نحكي بشكل عام، هسه راح نجي نحكي بالتفصيل. فدا يقول الافضل ابروتش انه هو انتظر يطلع. هسه انت راح تفكر قلت له شو راح يطلع، مو صحيح؟ راح يطلع هو هنا ما ذكر لكم، بس هو بالحقيقه يطلع بشغلتين. الشغله الاولى الجرافيتي اوف ذا ايرث يسحبه اللي هو الجاذبية الأرضية، والشغلة الثانية أنه شو راح يصير بي؟ راح يصير أنا من راح يدخل راح يصير inflammation. الفلويد accumulations of fluid هذا راح يسوي له push. Okay؟ ف just wait هو وقت يطلع. هو الفين اللي شايفه أنا عاجل. هسه شوي شوي. نجي هسه على primary teeth. Okay بس لا تستعجل. الفين والطيبين كلها. primary teeth. البرايمري تيث اكثر شيء وين اشوفها؟
بالبرايمري جديد بأول 3 سنوات من عمر الطفل يكون عندي نسبة الانسيدنس اوف انتروجين عالية بأول 3 سنوات بالبرايمري جديد. ليش؟ حرب كمان بتسويه هو بعد صغير حتى ما يعرف يمشي على الواي ممكن يعطي الواي يخلي أشياء بحلقة يعطي عليها فورسفلي بحيث أنه يندفع يكون يعني يصير عنده انتروجين. أكو اختلافات يقول رغم أنه أكو اختلافات بالطريقة مع العلاج الانتروجين زين بس أنه متفقين على شيء واحد الاتفاق اللي يكون بين الساينتست أنه شو نسوي أول ما يجي الكيس لازم أنا أعالج السوفتش أوكي أنا السوفتش أعطيها أهمية يعني ممكن يعني open wounds عنده باللب بالقام أي لازم أعالجه خو ما خلي bleeding. يعني مثلاً ذاك اليوم إحنا عندنا جروب مال جمعية مال prevention of pedo فواحد من السينيورز هو أصلاً ماستر يعني هو ماستر prevention زين بس من صارت عنده حالة ويا بنته بعد ما يعرف شلون يتصرف فدز على يعني شو سووا يعني زين فصار يسمونه ده يقول difference بالopinions وهو إحنا جمعية وكلهم أخصائيين بهالموضوع كل واحد اضطر إيش يختلف على الثاني اوكي بس الاتفاق انتروجين بس الاتفاق شنو الاتفاق انه اني على شنو انه اني لازم اعالج السوفت تشو زين بهذا العمر انه هو احنا دا يجينا اكثر الحالات برايمري دا يقول اكثر شيء وين دا يصير جوز 3 سنوات وما بعد فاني بهذا العمر لا اقدر اسوي له ستابلايزيشن اوكي يعني مثلا قسم من الكيسات احتاج انه اسوي له سيرجيكال ريموف ريبوزيشنينج يسمي زين وارجع صرح نجي عليها ونسوي له ستابلايزيشن زين انا اذا هو بيدو بعمر 3 سنوات وشايفيه اقدر اني اسيطر عليه فهاي يكون كل الصعب بهالعمر اني اسوي له ستابلايزيشنز زين فاذا البرايمري توث نورمالي هسه راح نحكي عن قاعده وبعدين راح اجيكم من حتى تفهمون هاي القاعده راح نفهم التريتمنت شلون يصير عاده البرايمري ريليشن بين البرايمري توث وما بين البيرمننت توث الاي مثلا هسه هذا الاي اوكي هذا التوث وين يصير الريليشن بالبيرمننت البيرمننت البادز موجوده طبعا داخل الجو فوين صايرة؟ صايرة لينجوالي هاي حكي دائما ريليشن هاي ثابتة صايرة لينجوالي المن للروتات مال A مال برايمر اوكي؟ هاي ثابت هذا الحكي كلام ثابت البيرمننت صايرة لينجوا بيهايند اوكي؟ زين او بمعنى اخر البرايمري صايرة لابيالي البيرمننت يعني إذا تجيكم إباحية مو كل أنا ما غيركم كلمة بسيطة أنتم بعد تنلاس عليكم يعني هذه اللي قلنا عليها إنه below 17 years old ليش هي هو شكات بيكم مو كاتبيكم من 6 إلى 16 سنة ودع الشهر ودع الشهر يعني below 17 مو صحيح يعني مو معقولة كلمة هيك بسيطة تتغير الأمور كلها فإذا هاي relation ثابتة زين إذا أنا راح يصير عندي intrusion احنا مو قلنا ethically food راح يطخ لي بالبيرمننت لو لا ما راح يطخ المفروض ما يطخ صار البيرمننت لينجوالي الى وانتروجين دي فوت عدل ما يطخ ما هو الكرام ما قلنا تسوي ريزوبشن للوقت يعني فعلا مو كل الحالات بس هو ليش صار ذاك اليوم هسه احنا شوفوا بس شغله راح اجيكم بيها وبعدين المفروض يقول انه يدخل ethically ما راح ياثر اوكي لكن اذا بتغيرت الريليشن وشفت البرايمري وين رايح صاير لينجوالي حسب الضربه طبعا رايح صاير لينجوالي الما للبيرمننت زين او طاخه بهالحاله انا ابقي ما اذا بقي الريليشن ثابته ابقيه وانتظر ويت هو وحده يطلع زين اذا لا والله الريليشن عندي تغيرت هاي حالة شو أسوي له extraction زين أنا شلون أشوفه شلون راديوغراف اللي هي lateral radiograph lateral view
radiograph. اوكي اللي هي تكون اكسترا اورال يعني ياخذوا لاترال فيو راديوغراف. هسه احنا ممكن احنا نقدر نسوي موديفيكيشن بس هسه هم مصدقين انت بتجيكم مالي يعني مثلا نقدر ناخذ لك بري افيكال وبعدين اجي اسوي شيفتين مو يعني احكي انترا اورال اسوي شيفتين واشوفه تغير او لا. بس هسه انتوا هذه مثبتيكم يعني شلون اشوفه باللاترال راديوغراف. اوكي فاشوف الريليشن راح يطلع لي كل الاسنان الانتيريرز فيها واشوفه وين صاير البوزيشن مالته داخل انتروجن عدل وباقي الريليشن محافظ عليها يكون هو بكالي للليبيالي للبيرمننت فالحاله اوفر هو وحده يطلع. لا والله طاخه اشوفه طاخه هاي اذا بقي ممكن يعني زيد الطين بله ويصير هايبوبليجيا يمكن هذا هسه جواب السؤال يصير ممكن يصير هايبوبليجيا طبعا اذا يؤدي لي البيرمننت زين او اذا صاير وراه فاي بهالحاله لازم نسوي اكستراكشن. شنو ممكن تفيدني الاكس راي؟ احنا اتفقنا من الجاي من الاكزامينيشن قلنا انه انه قلنا بكيسات التروما لازم اكس راي. فالاكس راي شنو نشوف بيها؟ ممكن نشوف بيها روت فراكتشر، ممكن نشوف بيها الفيلار بون فراكتشر، دامج للبيرمننت تيث. زين هل انه اني من الاكس راي اقدر اشوف انه predicting يعني يتنبأ اقدر اتنبأ عن الجروث مال توث انه هو موجود على البيرمننت توث؟ يقول انه this is impossible. اني من ناحيه الجروث ما اقدر اتنبأ بيها بالاكس راي. بس الاكس راي ليش تفيدني؟ راح تفيدني الاكس راي انه اني اعرف اكو سبيس يطلع من عند البيرمننت لو ماكو. يعني مثلا اخذت للانتيريور وشفت انه اني مثلا هاي وايت شيء البيرمننت العفو الديسيدي وصل اي مثلا واقع اكسفوليت. اوكي بس متى يطلع من اجي اخذ الاكس راي القى السنترال كلش كبير بحيث السبيس مال اي ما يكفي الا اني اضطر اقلع البي. اوكي فهاي ممكن اشوفه من خلال اكس راي بس انه على بروس هاي ما يبين. زين شو ايش قد يصير بي ري الرد؟ ايش قد اني انتظر؟ 3 الى 4 اسابيع. اوكي برايمري انتيريور تيث ات ريزلت اوف بلو مي اوفن ري ارايفد وذين 3 تو 4 ويكس افتر ذا انجري. ننتظر مده 3 الى 4 اسابيع وراها يعني بعد لازم نفرغ لانه اخاف من الانكيلوسيس ممكن تعطيني كلمه انكيلوسيس. اوكي زين فا ممكن من يطلع التوث ممكن انه يكون نون فايتال وممكن لا ممكن يطلع فايتال خصوصا من انه يطلع وحده. زين ممكن يطلع يكون فايتال ويصير بي نورمال ريزوربشن نورمال اكسفولييتد ف يعني كانما وريبليس باي السكسسر مالته سكسسرز يعني بديله. بصراحه قرر ننتظر بعد ما نشوف الراديوغراف إذا شفته محافظ على العلاقة ما تعود. إذا شفتها تغيرت وطاخ البيرمننت أو صاير ورا لازم إكسر. اتفقنا؟ أوكي هنا يقول أنه during the first six months after the injury رح يصير عليها reaction للفولب وهي ممكن حتى ورا ما يطلع ممكن يطلع لك أول ما يطلع vital بعدين رح يصير عليها reactions للبالب والسبورتينج تشو. اكثر شيء ممكن اني اتوقع ايش راح يصير بي البالب ممكن يتحول التوث اكثر تروما يصير نمبايتر. اوكي نكروتيك بالب كان بي تريتد. شو في ثانيه عالجه هاي هسه احنا الحكي كله على البرايمري تي فلا عندي البرايمري ممكن يكون البرايمري فايتال وعوفه ممكن يتحول يصير عندي البروسيس يصير نمبايتر فيحتاج لا تريتمنت خما يعني عفه هالشكل. بس انا شو كنت اقدر اعالجه؟ اقدر اعالجه اذا كان عندي يكون توث ساوند يعني رستورا. اوكي مو انه ما عندي وين اخلي الفوند مالتي ومن انه ما بي روت ريزوبشن مو انه صار بي ريزوبشن واني اجي اعالجه شنو الفائده؟ هذا كله الحكي على البرايمري.
but not intruded should be repositioned. الأسنان اللي صاير بيها displacement. Okay, there's no intrusion. Displacement بأي اتجاه ثاني. سواء extrusion طالع شوية, سواء displacement صاير بي مثلاً متحرك اللي هو lateralization طالع لي بكالي رايح. فليت الله يقول قدر الإمكان رأساً, أما by parents أو by dentist رجع مكانه على مود أحافظ على الأكلوج, يعني not interfere with the occlusion, يعني على مود يقدر براحته يطبق يعني حلقة أو الموت ماتر البيشنز. أوكي, prognosis of severely من عندي كلش يكون mobile tools. prognosis ماتر راح هذا حكي على primary من يكون كلش mobile tools. بهالحالة prognosis ماتر poor prognosis. زين, لأنه راح يكون التوث undergo rapid root resorption. من أشوف الموبيلتي مالته عالية, فبعد أنا يفضل نسوي له إكسو. زين, هسا راح نجي نحكي على البروغنوسيس. البروغنوسيس إذا كان عندي complete root formation وإذا incomplete root formation, من البروغنوسيس برأيكم أفضل؟ إذا complete root formation وإذا incomplete root formation, يعني open apex و close apex, لا 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 الأوبن دائما. خلي نحكيها المثلة, احنا بشكل عام بأي جزء من أجزاء الجسم من الفيرت روما الهيلينج وين يصير أكثر, بالطفل أو بالأدلت؟ بالطفل يصير كل شيء تغير, كل شيء تغير يصير بهيلينج أكثر. احنا من شرحنا بوحدة من المحاضرات وقلنا open apex وكذا, الكيسات اللي يكون tooth open apex يكون الفاسكولاريتي مالته عالية. من يصير كلوز مثل الابيكسوجينيسيس, تتذكرون من سدينا الابيكس الفالب زغر, دنتين زاد, الفالب كله زغر, معناها حتى البلاد فيزلز اللي بداخله قلت. فكل شيء open, وشون يصير healing من البلاد فيزلز من الفاسكولاريتي, فكل شيء open, كل شيء new يعني ما عاد صغير. فبهالحالة البروغنوسيس مالته يكون البروغنوسيس أفضل. فإذا ال incomplete البروغنوسيس مالته أفضل من complete root formation. أوكي, زين, إذا من راح يتعرض resorption أكثر؟ ال closed, مو صحيح؟ زين, إذا اثنيناتهم صار بهم resorption, من يصير resorption أعلى؟ الأوبن. يعني هاي هذا البارت, يعني هو البارت قدر يدوخون بيه, بس انتم ما تفتهمون بيه ترى هو مفعول. عندي كلوز وعندي أوبن. البروغنوسيس منو أكثر أفضل؟ الأوبن. زين, مو بروغنوسيس هي نسبة, هو ما يقول فشي definitely. أنا ممكن تجيني كيس الكلوزد أبيكس يبقى vital, مو والأوبن يصير بين كروسز, ممكن لو مو ممكن. ممكن. زين, إذا اثنيناتهم صاروا بيها, مثلاً عندي الـ A والـ B, الـ A closed والـ B open, واثنيناتهم intrusion صاروا, منو البروغنوسيس أكثر؟ الـ B, مو صحيح؟ لأنه مثلاً يكون بعده open. زين, إذا صاروا اثنيناتهم نكروسز, من اللي يصير بي ريزولوشن أكثر؟ البي. أوبن ما تتلاحقوا حتى ترمينال مرة, يعني ما تتلاحقوا من يصير من صار بعد نم فايتال. إذا أوبن هو الوولف مات ضعيفة, يعني ما نتلاحق. أوكي, ساي مفهومة؟ نحول على الترمينال لو أكتب سؤال على البرايمري. كان واضح إن سيتغامر بالفرايمر يتحرك من مكان سبيس بالسبيل, يعني رجعه كابتة أو إنه ما راح يصير بيه. هو تقول هنا كاتب لك إذا صار بيه حاول ترجع, بس مو انتروجن, ما حيصير بيه انتروسيس على ترجعه ومتروح تعالجي حسب الكيس. إذا لقيت بيه سبيل موبولتي, هو بس حتى يقول لك إنه مثلا من حتى توجيه لليم الدين حاول ترجعه قدر الإمكان. إجابة هي منك, إذا تلك بي موبيلتي عالية أجزم سوي الإكستراكشن. يعني بمجال حسب
يعني اذا قعد بمكانه عوفه. مو يعني ممكن وممكن لا. انا بالنسبه لي اسوي له اكسر. انتيريور سيجمنت ما تحتاج سبيس نفسي يقوم بعد يحتاج انتيريور الاي والبي. اذا نخلي البارشيال يكون اخليه فور استيتيك فور فونيتكس فور نيوتريشن فور سايكولوجيكال ومن بعد فور ترايج. يطلع عادي. اخاف اكثر من نجي هسه على الفيرمننت. زين هسه منو البروجنوسيس افضل اذا صار عندي تروما بالفيرمننت لو بالبرايمري؟ احنا قلنا كل صغير البروجنوسيس افضل، صح؟ نتفق عليها. فاذا البرايمري اوكي؟ نعم البروجنوسيس مال البرايمري افضل، لانه هسه هنا دا يقول انه البيرمننت توث عنده بورر بروجنوسيس ذان البرايمري تيث. اوكي شنو الاشياء اللي ممكن يصير بالبيرمننت؟ ممكن يصير عندي رابط روت ريزوربشن، هاي وحده. ممكن يصير عندي فالت نكروسيس، اكيد. ممكن يصير نون فايتال اور انكيلوسيس. الانكيلوسيس اللي قلنا انه هو يصير عندنا يعني فيوجن وذ ذا بون، زين كالسيفيكيشنز يصير ويلتحم ويا البون يصير از وان بيس. التريتمنت نفصليها انه كلوز روت واوبن. فاول شيء راح نجي اذا صار عندي انتروجن وهو كلوز ابيكس، فاهم راح يقسموها القسمين. اذا كان انتروجن زين 3 مليم او اقل، ليس ذان 3 مليم. اذا اقل من 3 مليم يقول لك انتظر. هسه راح نكون 3 مليم و7 مليم، هو هيك التقسيم. اذا اقل من 3 مليم انتظر، المفروض يتحرك التوث ما بين اسبوعين الى 4 اسابيع. المفروض يتحرك، ابدي اشوف عليه حركه وتغيير. لذلك احنا ناخذ الصوره مهمه، اخذ صوره للبيشنت اول ما يجيني مهم، على مود من يجيني مره ثانيه ورا اسبوعين او ورا شهر 4 اسابيع شهر، زين على مود اعرف اقارن. اذا ما شفت خلال هالفتره هذه ما شفت انه اكو تغيير ولا تحرك من مكانه ولا طلع ولا ابد ولا مش بهالحاله، انا شلون اسوي البوزيشنينج؟ انا اتدخل. ليش؟ انا اخاف من الانكلوزز. انا اتدخل اشرح اما اسوي له ريبوزيشنينج اورثودونتيكالي زين اور سيرجيكالي نسحبه. اوكي اما بعد الدزج اتفق ويا جماعه الاورثو والسيرجري وسوي لنا فلاب ونسحبه زين، او اذا يعني هو ما يوصل الفلاب لانه هنا بلوز 3 مليم، فالمهم نسحبه او نسحبه سيرجيكالي. اوكي هسا ايش قد ننتظر؟ قلنا اسبوعين 4 اسابيع، ما لا تنتظرون اكثر. ماشي هسا اذا 7 مليم، هذا ابو 7 مليم ما نتفاهم بعد وياه. رأسه ريبوزيشن سيرجيكال. اوكي رأسه احنا نسحبه 7 مليم او اكثر بعد، فنسحبه ونسوي له ستابلايزيشن. ممكن اني جتي كيس شفتها بس ما طاب، كان ما طاب للساينس بس واصل للبيس، ما يعني حد وحد. اوكي اذا صار بعد الساينس هاي لازم اندر جي اي يطلعوه، يعني ممكن يختنق طبعا. فهنا الستابلايزيشنز 4 الى 8 اسابيع، 4 الى 8 اسابيع. ليش 4 الى 8 اسابيع؟ عشان كل الكيسات الديفيكلت كلش، يعني مو بس مجرد انه الديفيكلت كلش اللي تخلي ببالك شنو بيها، بيها بون فراكتشر تحتاج وقت هواي. ومن ضمنها ومن ضمن الكيسات الافولجن، افولز كلها طالع. اوكي هذا هم هنا سيرجيكال ريبوزيشن، انا راح اسحبه يعني بايدي اي يعني، فهذا يحتاج وقت. فش قد انطي فتره طويله من 4 الى 8 اسابيع اللي هو شهرين، زين نسوي له ستابلايزيشن. زين البالب ويل بيكوم نيكروتيك، زين ان تيث وذ كومبليت روت فورميشن. طبعا انا يعني سحبته بايدي، يعني هاي بعد حتى ما اقدر انطي يعني شانس. المهم
root canal treatment should be initiated. بأول visit أسوي بها root canal treatment هسه هو closed. Okay. فهذا definitely root canal يعني بعد ما بها نجاح. فهذا root canal بأول visit يكون تخلي calcium hydroxide as a temporary material داخل الكنال. إحنا قلنا حكينا عن فوائده injectable type calcium hydroxide. بس شو وقت أسوي الإندو ورا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من stabilization. يعني اليوم أني سحبت surgically زين وسويت له repositioning surgically وسويت له stabilization. ثبتت لمدة قلت أني مقررة قلت إنه التثبيت ما تجقد يطول شهر إلى شهرين مو صحيح؟ فأني شفت أفتح للأكسس opening ورا أسبوعين من stabilization. أوكي؟ اتفقنا؟ هسه رح نجي على الاوبن ابيكس. هسه خلصنا من الكومبليت وقلنا الكومبليت روت فورميشن ينقسم قسمين اذا اقل من 3 مليم انتظره اذا صار عدى شهر وما طلع اني اقلعه اورثودونتيكالي اور سيرجيكال. اذا 7 مليم واكثر راسا سيرجيكال. خوش والسيرجيكالي اسوي له ستيبلايزيشن واسوي له اندو ورا اسبوعين من ستيبلايزيشن. نجي هسه على الاوبن ابيكس. اضمع انتظر طبعا هاي هم يعني يكون اقل من 3 مليم انتظر يطلع وحده نفس الشكل. واذا شفته ما تحرك هم انا اسوي له اني ريبوزيشنينج اورثودونتيكالي يعني راح نتدخل اذا شفته ما تحرك. اذا اكثر من 7 مليم هم نفس الشيء راسا شو نسوي له ريبوزيشنينج سيرجيكالي. هذا هسه اوبن ابيكس. هسه لحد الان ما عندي اختلاف ويا البيرمننت مو صحيح؟ بس الاختلاف وين؟ بالفولو انه هذا عندي كومبليت وهذا عندي اوبن. فبالفولو اب راح يختلف عندي. فالاندودونتك ثيرابي از اوفن ريكوايرد يعني غالبا ما احتاج الاندودونتك ثيرابي. بس يقول انه اني خلال ما انتظر الاندودونتك ثيرابي لان هذا اما انه هو اوبن ابيكس فممكن يحافظ يعني ريتين اتس فايتاليتي ممكن يحافظ لي على الفايتاليتي مالتي يعني بعد يوم. اوكي فالفاسكولاريزيشنز مالته عالي ممكن احافظ على الفايتاليتي مالته. فيقول اراقبه بس خلال انه انتظر اني ابقى الفولو اب مستمره وياه. ليش اخاف من منو؟ من الروت ريزوبشن خصوصا انه هو اوبن. اوكي فقلنا انه الاوبن اذا صار بي صار نون فايتال ما نتلاحق عليه. It appears that spontaneous eruptions اي spontaneous eruptions fewest complications. من انتظر واحدة يطلع complications مالتي يكون اقل regardless of the degree of intrusion with complete frequency of pulpal necrosis teeth with complete root development is higher than in those with incomplete root development. هاي احنا ذكرناها pulp necrosis with complete هاي نفسها زين. Teeth with uncomplicated crown الحالات اللي يجي بيها crown fracture هم ينا intrusion وهم ينا crown fracture هذا يتعرض اكثر يكون نون فايتال للنكروسيس اكثر من اي يعني فراكتشر وذ اني انذر سايد اوف ديسبليسمنت زين. وعندي فراكتشر وذ انتروجن من الاكثر يصير نكروسيس او الانتروجن هو كل يعني احنا يعني اذا تذكرون المحاضره قلنا انه الفراكتشر نحاول منعه في يعني الفراكتشر صار بالدنتين ممكن يكون التوث. ليش؟ لانه يصير نون فايتال لانه الدنتين تكون يعني الدنتانو تيوب تتوصل تكون مفتوحه فلذلك يعني هم يرى فراكتشرز وهم يرى انتروجنز يعني شغلتين فهاي يكون نسبه اعلى يصير عندي بالنكروسيس. The early repositionings or waiting for spontaneous re-eruptions. الابروتش يقول التو ابروتش اثنيناتهم of severely intruded permanent teeth سواء اني اذا يعني هو طلع وحده او early repositionings او طلع واحده اثنيناتهم حسب الكيسات وحسب يعني الالم ما يقول انه اثنيناتهم عندي بها فد reasonable successful results بها فد نسبه نجاح معقوله يعني
اوكي فاكو يعني كيسات و فتكون كيسات ناجحه بالشغل، بس اذا هو وين السر انه اني اعرف شلون اتصرف، اوكي مش وقت اتصرف. والفائده انه اني من الكالسيوم هيدروكسيد انه بالاي من اقرر انه اسوي اندودونتيك تريتمنت يفضل نخليها بالبدايه ار تمبرري فليك ماتيريالز داخل الكناوس. شلون اقرر انه اني انتظر يعني ميكانيكالي اور ميكانيكالي اور سبونتينيوسلي ايربشنز، هذا تعتبر طبعا يعني يعتمد على كلينيكال جادجمنت، يعتمد عليك انت تقرر وحسب الكيس طبعا تختلف بيز اون سيفرال كونديشنز وحسب الكيس. اذا سيم انتظرناه يعني مثلا ما انطينا مثلا 3 اسابيع او 4 عن ما يطلع وسحبناه احنا شو يصير؟ هو دا يقول انه الكومبليكيشنز تكون اكثر، يعني مو مثل ما انت تنتظره وحده يكون يعني هو وحده يقرر. اوكي؟ بس انت يعني لا ويت، انا جبت كيس مره يعني دخلت فيها الدائر مداري كلهم يعني موجودين بالسنتر، دائر مداري كلهم لانه الكيس انتروجن عشان يعني انتروجن كلش قوي. بس يعني باوعت عليه طالع مو ما طالع يعني مو كومبليت. بس أنا قلت شود ويت، أوكي؟ شود ويت والدنتينال تيوبولز المفتوحة خليت عليها دايكوم سديت الجي آي سي، أوكي؟ هاي خلصت من شغلة إنه ما يفوت عندي مايكرو أورجانيزم. انطيته ماوث ووش، انطيته أنتي بايوتيك كفرج، هذه ذيس إز فور بروفيلاكسيس طبعاً، أنا يعني جاني ما عنده لا عنده انفكشن، لا استوى واتر وإجت، فما عنده انفكشن، بس أنا هاي أنطي أنتي بايوتيك بهالحالة. أعطي برود سبكترم أنتي بايوتيك يشتغل لي على الجرام نيجاتيف وبوزيتيف زين، وأعطي ماوس وشوف تعليمات سوب دايت برشنج وكذا. فإجاني ورا شهر حتى بايتل طالع وبايتل سوينا له يعني الفراكشر بارت كملنا وسوينا له يعني شلون؟ بين كلش طيب عادي هو لو عنده فين قوي ترى لا تصدق كان جاني ثاني يوم بس وراح ما اجاني ولا شهر يلا اجى. حتى كانوا قرى وارياف يعني هم عائله. نجي هسه على الاكستروجن. اخر سؤال ثاني لو اكل الاكستروجن ترى دا جاوب عند الاقوى وش صار؟ انتو فين كلك هسه ناس كسر بيجيها ناس كسر بيجيها مو بالله ما اشوف قد مرة فين وفين يعني شو تسوي يعني شنو فين كلا يقعد ليش ما يشتغل انتو يعني تقدر تخطو انت يعني انتي انفلامتري وانا انجستي في نفس الوقت اوكي لا اتفرر انه راحت وقع وكسرت ايده همينة الطبيب همينة يدز زي بنور هي وروح للبيت يلا تحاير بي شو تسوي نجي هسه للاكستروجن نبدي بالاكستروجن لو اكو انا دايركوستين الاكستروجن مثل ما تشوفوه بهذه الصوره يصيحوا له بيرفيرال ديسبليسمنت من تجيكم كلمه بيرفيرال ديسبليسمنت معناها اكستروجن او تجي بارشال افولجن معناها اكستروجن اوكي it appears longer مثل ما تشوفوا بالصوره يبين اطول مما كان عليه قبل واطول من اللي اسنان اللي بصفه يصير بالاكستروزف لوكزيشنز اوف بيرمننت تيث ريزلتس ان بالبال نيكروسيس ممكن يصير عندنا بالبال نيكروسيس هي هذه هي والله كانت محاضره حلوه المفروض يعني بس ما بعد حفظوها بغداد على اللي يعني رياكشنز مال توث افتر تروما فالمهم انه راح يصير ممكن يصير عنده فالت نكروسيس الاميديت تريتمنت تشمل ريبوزيشنينج اوف ذا توث اند ستابلايزيشن اوكي بس ركزوا شويه ماكو داعي تحجون حتى تفتهمون حتى ما تقروا المحاضره بالبيت تصير سهله عليكم يعني المحاضره احنا ما اخذناها من البدايه اخذنا مثل اكو اشياء بسيطه اخذناها بالمحاضره رقم 1 من التروما مصطلحات تعتبر بس ما بيها تريتمنت. نعم.
نعم. يمكن أنا جزء شرح حكيت التريتمنت بس هسه هنا مكتوبة. لا أوكي. الاكستروجن راح يتداخل ويا الاوكلوجن لو ما يتداخل يتداخل فهذا ارجع على مكانه واسوي له ستابلايزيشن. كيسات الاكستروجن تريدون انقطاع دكتور ميديا يعني رسا لا يجي يعني رسا انطي انستيزيا فضل لانه بينفو انطي انستيزيا وادفع ادفع وسوي له ستابلايزيشن زين أكثر من إنسرداش. هذا مدخل بالبرايمر. هم ما داخلين. سألني قبل شوية زي ما على الإكستروجنز هاي. أنا بالنسبة إلي ما أحب أرجع. هم أصلاً متجنبي ما أعرف جزء يحشون عليه بالأبوجين. زين؟ جزء يتكلم مع أبوجين. أنا بالنسبة إلي البرايمري. من يصير عنده يعني إكستروجنز وكذا بعد ما أحب أرجع مكان. بس هم ما داخلين. احنا ذكرناها بالمحاضرة الاولى واحدة من الاسباب من تجي الضربة وين على تصير الضربة دايركت على الابيكال بارت ماروت ينزل يعني ضربته هنا انا نزل طفى اما يكون كومبليتلي ابل او بارشل الاكستروجن انطي انستيزيا وارجعه اسوي له ستابلايزيشن هسه بعد احنا حكينا كله على الكاربونات حاليا نعم دكتور ايش قد يطول الستابلايزيشن يعني تقدر يعني ستابلايزيشنز مالته تسوي ما بين اسبوعين الى شهر لان نخاف من الانكيلوسيس ما عندي فراكشر للبون فما اخليه هواي انت فكر انه اكو فراكشر بون لو ماكو فراكشر اخذ اكس راي وهذا الضمه اللي يطلع ياخذ اكس راي اي تروما اكس راي اي تروما اكس راي لازم حتى لو اشوف كل شيء ما بيتو قدام الداعي حتى ما بي موبلت لازم اكس راي اوكي هذه راح ناخذها مو دحكيكم عليها راح نتاخر راح ناخذها بالابلجن اوكي الطرق مال ستابلايزيشن كلها نجي هسه اف ماتشوري بوزيشنز بس لا تحكون بس انتم دنقيهم بس دو مسوين قلق يلا قام احسب له هذا اليوم اول يوم قام وما قدرنا صورنا اول صورنا بالبين بس طلع وكل شيء مادي كيس اللي اجتي يعني طلع وكل شيء مادي ويلمع التوس يلمع والله خلا بالبالك والله بايك ويلمع حلو واللي دار مدار كلهم مستغربة فاحنا نمشي على الرولز اوكي انت امشي ساينتيفيكالي وعلى الله سميه واشتغل زين اف ماتشوري بوزيشن هسه اذا التوث كان ماتشور هسه احنا بالاكستروجن اذا كلوزد افكس دو نوت ريسبونس تو بالف فيتاليتي شو بدي اسوي البالف فيتاليتي اسويها ضمن اول اسبوعين الى 3 اسابيع من التروما اوكي زين هسه انتم تقولون احنا اخذنا بالمحاضره الاولى قلنا يعني خليني افسرها منطقيا قلنا لو اني فيتاليتي تيست اسويه ورا 6 اسابيع من التروما مو صحيح قلنا هالشكل بس هنا انتوا منين احنا نخاف من الريزوبشن فاحتاج فيتاليتي تيست يكون يعني وعين المونيتورينج عليه يكون يعني كل ما يكون كلوز للبيشنت كل ما يكون افضل والا نخسر التوز اوكي فهنا ايش قد راح تشوفون يقول اذا سويت له فيتاليتي تيست ورا اسبوعين الى 3 اسابيع وطلع لي التوز يعني نون فايتال ما طاني بوزيتيف ريزلت فبهالحاله اني يعني اسوي اندودونتيك تريتمنت لانه قلنا انه ممكن يصير عندي روت ريزوبشنز ماشي زين the need for endodontic interventions
طبعا هاي يقول بحالات الاكستروجنز تصير، واذا كان عندي يعني اكستروجن اكثر من 2 ملم طالع اكثر من 2 ملم انه يكون عرضه اكثر للاندودونتيك تريتمنت. ماشي، انه يكون عرضه اكثر انه معناها ايش راح يصير؟ نون فايتال توث، هذا قصدي يكون نكروسس عنده اكثر. ذا اكستروجن هذا الحكي كله بيرمننت، هما ما جابوا طار الاكستروجن لحد الان بالديسيدوس. اوكي زين، اذا كان immature tooth، اذا open، انه يعني راقب السيتويشن، مونيتور السيتويشن بالنسبه لل extruded immature teeth. And be prepared to intervene the endodontic therapy as described later. نشوفه اذا صار، لانه دائما يكون immature انه ممكن يبقى vital، فلا تستعجلون بالتريتمنت، بس انتم لازم تشيكوا اذا شفتوا نو فايتال افتح عنده. زين، اذا نو فايتال افتح، اذا شفته لان هذا اصلا ما سيطر ام لحق عليه. ونفس الشكل هنا انا راح اخلي كالسيوم هيدروكسيد، بس خلوا بالكم هنا عندي اني اوبن نو فايتال، يعني لازم مش اشتغل له افكتيفيكيشن نو فايتال وأوبن. اوكي، وكيسات ال خلوها بالكم كيسات، انه انا شلون اقرر ابيكستوجينيسيس لو ابيكستيكيشن. زين، مو شرط اني اجي اقول لك هذا التوث اوبن لو كلوز، انت لازم تعرفه من الايج، من اني انطيك ايج قلنا احنا لازم تعرفون شو كيف يطلع، لانه شو كيف يطلع قلنا ورا ثلاث سنوات. زين، هاكو فيها فاريشن هاي السنه مالت الاربشن وال اكو ستاندرايزيشن فيها، انت امشي على ستاندرايزيشن. ما راح احطك اياها على البوردر لاين، احطك اياها بالوسط. مو راح يجيب لك كيسات، فمو حد يقول لي والله يعني مو تريدوني انا اقول لكم هذا اوبن لو كلوز، يعني شو اسمه هذا لكم. اوكي، فتعرفوها من شو وقت ما يطلع احنا نتفق انه شو وقت ينسب ورا ثلاث سنوات. هاي فهمت. فاذا هذا الكيس انا راح اخلي كالسيوم هيدروكسيد صحيح از تمبرري ماتيريال، بس بنفس الوقت انا راح اعالجه از اوبن افكس توث. زين، تمام. اذا صار نون فايتال، اذا فايتال بقى خير على خير. اللاترال لوكزيشنز هسه كلمة لوكزيشن كلها ديسبليسمنت. ماشي، ايش اخذنا منها؟ انتروجن اللي حارتي اكزيال، والاكستروجن هم اكزيال، كلها فيرتيكال موفمنت. اللاترال لوكزيشن اتحرك لاترالي، ضرب لي اما البكال بليت او بليتالي، اما ضرب لي الليبيال او ال ال. اوكي، غالبا انتم من اسم، بس احنا ما اخذناها بالمحاضره الاولى، غالباً يسوي لك فراكتشر للأمال الليبيالي أو لينجوالي للبون، أوكي، حتى يأخذ مكانه، ولا شلون قاعد هيجي؟ مو صحيح؟ فإنه يقول إنه lateral luxations mean disposables of tools in any directions other than axial. شنو clinical features مالته؟ أكو mobility and displacement، أوكي، bleeding عادي، tooth standard to percussions. And masticatory forces. هذا يتداخل وما يتداخل، هذا يتداخل. يتداخل ويا الأوكلوجن. كارس إحنا فيرمنت تنفشي. أحاول أرجع بمكانه ونسوي له ستيبلايزيشن. هو أنتو أنستيزيا قبل ما تشتغلون. Radiographical features. بالإكس راي إذا تشوفوها تلاحظون أكو widening بالPD ligaments من جهة. من الجهة الثانية أكو بالعكس مضغوطة pressures. crushings للامينادورا on the other side. من جهة widening ومن جهة ثانية أنه مضغوطة. The treatment انطي أنستيزيا ويعني ورجع مكانه. Repositioning the tooth in normal position using digital pressures. أحيانا يحتاج يعني pressures. وأخلي سبلنس. سوي له ستيبلايزيشن. هسه شنو عندي؟ هو ستيبلايزيشن يقول لك 2 ويكس.
الحالات اللي ما بيها فراكتشر 2 ويكس، واذا عندي فراكتشر 6 الى 8. بس هو غالبا هذا يجي في فراكتشر، فانت شلون يقعد ياخذ مكان اوكي. قسم يقول لك القوية 5 سنوات. بس انتو هنا ثبتيها عندكم 1 year. لانه التوث هو يعني تعرض الى تروما، فالبلب رياكشنز الى انت ما تعرفه، ممكن يبقى اليوم ممكن يبقى سنة هو فايتل، بس شوية شوية لوز اتس فايتل شوية شوية على مدى البعيد. لذلك انه هي بالمحاضرات الاولى يقول لك انه من ضرب تروما، ينضرب تروما مرة ثانية راح يزيد الشانس انه يتحول الى نون فايتال اكثر. اوكي، وهكذا. فهو التوث يستجيب يعني رياكشنز عنده رياكشنز للموضوع، فممكن اذا اليوم ما صار ورا سنه ما صار، ممكن يعني جراجوالي يتحول يصير نون فايتال. ترى والله هذا موته، يقول هذا بين موته اقوى لو ذاك والله جربي زين. افولجنز اند دريم نحكي عن الأفولجن. الأفولجن اللي هو الكومبليت ديسبليسمنت اوف توث فروم السوكت. احنا قلنا الاكستروجن هو بارشل زين لا ديسبليسمنت، لكن الأفولجن اللي هو كومبليت ديسبليسمنت يصحوا له ايضا اكس ارتكيوليشن. اكس ارتكيوليشن اوكي، يعني راح ينفصل التوث عن السوكت مالته كله، يوقع ويعوف مكانه، يكون امبتي سوكت وذ بليدين. هذه صور الأفولجن. اوكي، this is completely avulsed tooth. شو راح اشوف بالاكس راي؟ امبتي سوكت، maybe associated bone fractures. زين، واذا كان انه الافولجن نيولي افولد توث، فاشوف بالاكس راي ايضا الاثر مال لامينا الجوره، واذا لا قديم يعني افولد توث قديم فراح نشوفه اوبلتريتد. بعد البون فاكتور نجي للتريتمنت. هو افولد توث فانا شو راح اسوي له بالتريتمنت؟ ريبلانتيشن. اوكي، ريبلانتيشن. وعندي اني حالتين، اما راح يكون اوبن افكس واما راح يكون كلوز افكس. ف يعني بحالات ما طلع عندي كلوز افكس، احنا دائما قلنا كل كلوز بور بروجنوسيس راح يصير كيسات الديسبليسمنت. من اللي يكون افضل بروجنوسيس مال اوبن افكس، بس قلنا في يمك مالته كل شيء تغير يعني يكون يمك مالته اوبن. فاذا كان عندي او اوبن افكس، لازم في الحال اني راح اسوي له تريت، يعني يبقى عندك فولو اب. بس بعدين راح نجي عليهم هون بالتفصيل. اذا كان نون فايتال لازم في الحال انا شو اسوي؟ اسد الافكس باي افكسفيكيشن، مو صحيح؟ وبعدين نسوي الاندودونتيك بروسيجر. اما اذا هو اساسا كلوز افكس زين، ففي الحال احنا شو راح نسوي له؟ اندودونتيك. ماشي، الاندودونتيك تريتمنت شو كنت اسويها؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا اول شيء راح نسوي ريبلانتيشنز. من ريبلانتيشنز راسا ايش اسوي؟ ستابيلايزيشنز. يلا اشتغل الاندودونتيك بروسيجر. الاندودونتيك بروسيجرز يكون ضمن اسبوع الى اسبوعين، يعني بعد ما اثبته ورسمه اسبوعين. يلا نشتغل الاندو هسه، يعني نحكيها بالتفصيل. اقدر اعطيكم من هسه هنت عن الموضوع، انه يفضل هو كلوزد افكس، يفضل انه خلال اول اسبوع او اول يوم اول ما سويتوا ستابيلايزيشن تفتحوا له اكسس اوبنينج وتسووا له بلب اكستراكشن. يعني انا هنا اخاف كيسات الديسبليسمنت، اخاف من الريزوبشن قلناها زين. وراها المهم انت سويت
about extirpation. فتنتظر اسبوعين يعني 10 ايام اسبوعين وراها تسوي كمل البروسيجرز الكامله مال الانتيجر. فهذا القصد انه هو after 1 to 2 weeks depending on type of free plantations. هاي ذا كانت الكيس عندي بلوس ايبس. هاي عندنا صور هاي البلانتيشن. شفت البري بلانتيشن هي عملية ري انسيرتد للتوت بالالجلاس مالته ارجع وراها قلنا نسوي ستابلايزيشن. اي التوت نفسه عشان ارجع شلون؟ بريودنتال ليجامنت هسه كلها راح نجي نحكيها بانه شنو البروجنوسيس مالتي شنو ياثر على البروجنوسيس مالتي. فاني البي دي ليجامنت شلون احافظ على البي دي ليجامنت شلون ما اسويها تيرين هاي كلها راح نجي نحكي عليها. بي دي ليجامنت تكون موجوده على العروض عروض عروض نفسها تكون موجوده. فأنا شلون أسوي لها هاندلنج للتوث كلها راح نجي نحكي عليها بالتفصيل. أوكي؟ ف زين هسا يعني بالنسبة للريبلانتيشنز أوف بيرمننت توث يقول أني ممكن أحصل على البرولونج ريتينشنز يعني ممكن يرجع. هاي هنا دا يحكي على البروجنوسيس ممكن يرجع ويعني in many cases رجع especially when replantations occur soon after the accident. كل ما ارجع اسرع كل ما البروجنوسيس مالتي افضل. اوكي هاي اللي نحكي موضوع عن الابلجن حتى بسرعه تخلص على الموضوع. الكيسات مال الابلجنز كل ما ارجع الكيس التوث اسرع بالسوكت مالته كل ما يكون البروجنوسيس افضل. هاي هنا كيس ايضا مال replantations fixations wire وcomposites هنا ومقابلها الصوره مقابلها الاكس راي مالتها تشوفوها. وبعدين سوينا له endodontic treatments وبالاخير هاي this is after follow up. اوكي رجع التوث شوفوا هذا permanent طبعا deciduous number شوف الكرامات صغار هذا permanent بس هو طبيعي صار. هاي بيرمننت شوفوا شلون قاعد بمكانه شوفوا البي دي ليجمنت بالاكس راي طبعا شوفوها خيطي سوتشرينج لانه تيرينج عندنا بالكاميرات زين كلها راح تجيكم بالتفاصيل ما عاد فيكم شيء زين. امبورتنس اوف ري امبلانتيشنز ات اكت از سبيس مينتينر زين احنا تذكرون ايش قلنا بالبرايمري بالبرايمري قلنا ما يشتغل از سبيس مينتينر بالبرايمري كبرايمري توث مرة سألتوني إذا سوينا إكستراكشن أو مثلا هو نفس التوث هسا إذا برايمري توث وصار بي أبلجن مو دا يقول إحنا نيفر ري بلانت. أوكي فهل إنه إذا برايمري هل يأثر لي على الـ على سبيس من السي للسي ما يأثر. إحنا ذكرتكم إياها في المحاضرة قلت لكم إذا يشتغل البرايمري انتيرير تيت تشتغل از فور فانكشن فور فونيتيك استاتيك زين فور نوتريشن سايكولوجيكال افكت بس ما تشتغل از سبيس مينتينر. زين دكتور هذا ما يعتمد على بعد ايش يطلع البيرمننت اذا بعد هواي مثلا سنتين ينزل البيرمننت؟ نسي لستي مين ممكن يعني يتاخر ممكن بالعكس يطلع بسرعه. نجي على ال نجي على البيرمننت. البيرمننت يشتغل از سبيس مينتينر. بيرمننت تول يشتغل از سبيس مينتينر شي يسوي جايدنس يعتبر الادجيسنت تول. اوكي كيس من الكيسات اشتغلناها يعني بالسنتر بالمحافظات زين. ف هناك يعني هو كان انه صار عنده ابلس فالمادر جابت لي اياه وذ وان توث. نسوينا ري بلانتيشنز بالمركز ما قبلوا يستلمون كيس انه الاذر سايد نسوي فليكس سنجل توث ممنوع وزاره الصحه ما تقبل تشتغل انه سنجل توث خصوصا للبيدو. اوكي انتي ريب الخاف يبلعها ماشي صار انتي شفتي
فاذا هو يشتغل از سبيس مثل بحيث شو اضطرت رجعت الجماعه وما عندهم يدفعوا يعني ناس فقراء فعلا يعني فسويا ما رحت رفعت جماعه الاورثو اوكي جماعه الاورثو هم انا راح يشكلوا لي اياه وراح يخلوا لي بيتون وهم يعني يربطوا لي جهاز بوستيريا هي يعني كمساعده كانت له وقالوا احنا نشتغل بالعياده الخاصه نكمل اوكي فيشتغلوا هاي حتى تبقوها ببالكم act as a space maintainer this is also a tooth أهمية replantations for function okay for psychological value للفيدو حتى للبارنس وأني من أنطي خوف للبارنس حتى لو كان أنا عندي poor prognosis بس شون أنه يعني تأثير صدمة أخي أمله انه الى ان يستوعب ويقوم يفكر بالموضوع اذا صار بعدين ريزوبشنز هو مقبل الفكره مو بس يجي يعني فجاه صار هي صار الاكسيدنت فجاه ثاني اقول له بعد فنطيحه اكو نقاط ثانيه ما ذاكركم اياها اللي هسه احنا قلنا الفونيتيك الاستيتيك النيوتريشن هاي كلها نقاط مهمه مو فقط سايكولوجيكالي وفانكشن والستمنت السكسس مال اوف ري بلانتيشن بروسيجر تعتمد على شنو السكسس اول شيء واهم نقطه هو اللينث اوف تايم احنا قلنا كل ما اكو سكون ارجعها كل ما اني البروسيس عندي افضل اوكي فاول شيء اللينث اوف تايم النقطه الثانيه الكونديشنز اوف ذا توز الكونديشنز وحده اللي سالني مسائل شو سالتني عليها قلت لي البي تي كمان الكونديشنز اوف توث اني شلون احافظ على التوث حتى ارجعها ريبلانتيشنز يعني الكونديشنز اوف بيريودنتال ليجامنت تيشو الباقيه على روت سيرفيس هذا يعتبر امبورتنت فاكتور اوكي ماني ريبورتس انديكيت انه immediate replacements زين ممكن انه يعني من ارجع ريبلانتيشنز ممكن ترجع لي باي بولت ممكن برغم انه هذا الريبورت هاي يشون على الكلوز بس بالاوبن الريبورت انه ممكن ترجع البروجنوسيس مالته اكثر من البيرمننت بحيث يقول لك البيرمننت تول ما هو صار افلجن انت سوي ما ينتظر بينما من عندي اوبن افكس لا التريتمنت بعدين هتنجي عليها رح تختلف فممكن اني اعتبره هو التوث نفسه من سويت له ريبلانتيشنز ممكن هاي البروسيجرز تعتبر از تمبرري ميجرز يعني طبعا هم ما يحكون شيء الا مسوين دراسات انا رجع عندي والامور تمام وسويت له اندو تمام بس ممكن ورا 5 إلى 10 سنوات زين ممكن يطول نفس التوث اللي اني رجعته وصار عندي سكسسفل ممكن يطول 5 إلى 10 سنوات وممكن يطول لي فور اول لايف يعني شنو يطول؟ احنا مرجعنا سولار بلانتيشنز حسب الدراسات والفولو اب لقوا نفس التوث هذا زين راح يطول لك 5 إلى 10 سنين نسبي فيلا يعني فيعتبروه هاي كلمة التمبرري ميجرز هذا معناه او ممكن لا يبقى العمر كله وممكن ريسن يصير فيلا ورا نفس الشهر فيلا وجدت هيك كيسات طبعا حسب الكونديشن يعني مره اني جاني واحد سوينا له ريبلانتيشن الامور تمام اوكي جاني ورا 10 ايام اقل مضروب مره ثانيه حتى يوم تشيك ما موجوده يعني قالوا لي ترى اجى هذا البيشنت مالتش ومضروب مره ثانيه صار عنده ابلجن مره ثانيه نفس الكيس يعني بالمدرسه يتعقم اوكي ف يعني ما نحافظ عليه يعني خبطتين على بعض المصريين زين مرتين the most commonly evolved وين يصير الأفلجن وين يصير بالبرايمري والبيرمننت بالمكسلاري اوكي يصير بالمكسلاري سنترالز انسايزرز ويقول عادة يصير بسنجل توز انا شايفة هو كيسات يعني توتي بس عادة هو دا يقول انه سنجل توث واحد زين يجون توثي بالنسبة للأفلجنز
مقارنة بين البويز والجيلز، البويز أكثر ثلاث مرات حكم أنه يلعبون أو فالبويز أكثر من الجيلز بثلاث مرات. منه أكثر شيء بيع عمر يصير بعمر 7 إلى 9 سنوات، يعني هو إحنا نأخذها يعني بالأقل ليش 7-9 سنوات من العمر، مو بس المدرسة هذه وإنما التوث نفسه هو يكون نيولي إيركتد، يعني بي دي ليجامنت ضعيف ما كاملة، فبالضربة بالهذه رأسا ما تتحمل، فتكون لوزلي ستركتشرز بي دي ليجامنت سراوندينج ذا إيركتد تيث، فتصير عندها هي مؤثرة كومبليت أبونشنز. زين، إنه كل ما يكون سونر ريبلانتد بتر بروغنوسيس، وبهالحالة ما راح يعني حيكون عندي ريتينشنز وذاوت روت ريزوبشنز. بالنسبة للأبيكال، بالأبيكال إند إذا كانت إنكومبليت فبهالحالة هاي ذكرت لكم إياها تكون greater chance of regaining pulp fibrosis. لا يحصل يكون بي ريجينينج للبالب فايتاليتي. بالنسبه للكلوز لا، الكلوز يقول حتى لو كان يعني الوقت اللي بقى بي برا يعني السوكت مارك حتى لو كان قليل كلش فانت افتحه وفكرني كيف هذا. بس بالنسبه للاوبن ابيكس شويه يعني نعطي مجال. إذا اجتنا مكالمة مكالمة من البارنت وقالوا لنا انه كذا وكذا صار، زين، ف يعني مثلا صار ابولشن هاي يعني بالتليفون صار ابولشن، فاحنا اشياء مهمة نسأل فيها مثلا هل انه اكو فد يعني higher priority physical complications. فإذا ما عنده مثلا شيء يعني emergency مثلا كان unconscious أو فا يعني ماكو في complications صارت مجرد بس avulsions، فا يعني أوكي يجينا. بس إذا عنده complications طبعاً إحنا وين راح ندزه؟ زين ندزه للemergency ولا ندزه medical يعني أكو كيسات إحنا لازم. بس إذا without مثلاً ما عنده لا oral لا neurologicals أو any higher priority physical complications، إذا ما عنده شيء فبالتليفون اوكي. بس اكو اشياء مهمه انستراكشنز نقول لها. اول شيء نقول له انه حافظ على الهدوء، هدئه للبيشنت، هدئه للطفل، هاي اول نقطه. بعدين هسه شلون احافظ قلت لي على البي دي ليجامنت الهاندلينج اوف تو كله منين شيله؟ شيله من الروت، شيله من الكرام. من هو الكرام؟ قول له الجزء الابيض من السن. اوكي هاندلنج. النقطه الثالثه اذا كان واقع بمكان كلش ديرتي فالزمه نقول اول شيء هدئه وما في شيء وهذه، بعدين نشوف شيله من الكران وغسله على السريع بالماء ما يطول 10 ثواني غسله سريعه وشجعه يسوي ري بلانتيشن. قول له دخله بالسوكت هاي اذا دخلها. طبعا احنا نقول زين نشجع رجع بمكانه افضل ويعض على فتكوزه يعض عليهم ولا تجيبه ماشي. اذا ما قدر يدخله بالسوكت فراح نجي نعلمه اقول له اكو suitable storage medium سنذكركم اياها بالتفاصيل، فنخليه بالستورج medium ويجيب لنا اياه. زين سيك الامرجنسي دنتال تريتمنت. هو بعد وصل يمنك اي ما اعتمد على كلامه، لا انا اقيم الامور بعيني. اذا يحتاج يعني اشوفه، اذا يحتاج مثلا كان انكونشس كذا يحتاج بالحال راح ادزه على الامرجنسي ميديكالز، واذا لا فاني بعد اتصل بالموضوع امرجنسي دنتال اوكي تريتمنت انا اقرر. هسه راح نبدي يشرحوا لكم على الستورج ميديوم. افضل ستورج ميديوم هو الهانس بالانس فولد سوليوشنز، هانس هو اسمه هانس اوكي. هذا يعتبر ذا بيست ترانسبورت ميديوم. فاذا بنقول لك من هو البيست هو الهانس بالانس فولد سوليوشنز. شنو هو التوشن بينه؟ السولد سوليوشنز هو اسمه هانس، وبي يعني
املاح متوازنه او املاح احنا ما متوفر. ليش اكذب عليك؟ ما متوفر عندنا بدائل الك زين، اللي هو مثلا الموت، يعني انه انت مثلا موجود عندك يعني بالمركز الصحي او بالهاتف وش قد يعني حتى هو بمركز الصحي هو مو يعني فما ما موجود، بس هو هذا في الشيء علمي اوكي. فا يقول لك افضل ترانسبورت ميديوم هو الهانكس بالانس سول سوليوشنز. من يجي وراء؟ يجي وراء الموت. فاحنا اكثر شيء نعتمد على منه على الموت، هذا فشيء يعني عملي عمليا انا بحكيكم نعتمد على الموت. نقول له خليك حليب وجيبه. فالاكسلنس اول شيء قلنا هانكس يجي وراء من هو الموت، يعتبر هو اكسلنس ميديوم من يا ناحية إكسلنس، من ناحية البي اتش ومن ناحية الأوزمولاريتي، إيش قد يقدر يحافظ على التوث لثلاث ساعات. أوزمولاريتي البي اتش هو قاعدي، حليب قاعدي طبعا، والأوزمولاريتي يعني التناوب من التركيز العالي مخليها بالفيزيولوجي، التركيز العالي التركيز الواطي هذا راح يعتبر بالانس. ليش؟ لأنه هو الكلاين توث ستراكتشرز في إليمنت في كذا. احنا شو كنت تطلع الكالسيوم والفوسفور شلون يعني شو يطلعون من عندك تخليها وسط قاعدي صح؟ فالمهم عندي الملك هو وسط قاعدي، البي اتش مالته تعتبر يعني فشي كلش ممتاز بالنسبه عندي حاله اوسموس اخليه بي فيبرابلز بي اتش اند اوزمولاريتي. منو يجي ورا الحليب؟ السلايفه اوكي. السلايفة ايش قد تقدر تحافظ لي عليها؟ ساعتين. But it is hypotonic. الهايبوتونيك يعني التركيز فيها اقل من التركيز الموجودة داخل التوست تراكتشر. فش راح تسوي لي cell lysis. اوكي. فهاي حتى تفهموها، هو ما طالبين عندكم تفاصيل بس حتى تفهموها. فاذا الحليب ايش قد يطول لي؟ ثلاث ساعات. من تجي وراء السلايفه، شنو السلايفه؟ السلايفه اما تقول له خليه على سطح عنانه بال يعني بالانترامو جوج زين، خليه طبعا يخاف لانه في بلع، او جيب كاب زين وسبت بالكاب نقول له هو نفس البيشنت وخليه لي وجيب لي اياه. منو يجي وراء السلاين؟ النورمال سلاين يعتبر البي اتش مالته فيزيولوجيك بي اتش اند از ايزوتونيك. ايزوتونيك يعني متعادل، هذا النورمال سلايف. فاذا صار اول شيء الهارس وبعدين المول بعدين السلايفه بعدين السلاين اخر شيء التاب ووتر. التاب ووتر حاله حال اني ما مخليه شيء بس افضل من لا شيء اوكي، لانه التاب ووتر يعتبر هو هايبوتونيك فيسوي لي سيل لايسيس. يعني ماي مالبوري اوكي زين. نجي بعد نشوف الجنرال ستاتس مال بيشنتس، قلنا يعني اذا ماكو هاير برايورتي انجريز فنبدي نبلش بشغلنا، اذا اكو لا يعني نحتاج هاي ذكرناها انه ميديكال امرجنسي. بعدين نجي نشوف السوكيت اريا. هسه انا حد يشتغل شغل شفت الجنرال ستاتس مال بيشنت ما بيشي البيشنت، هسه احنا راح نجي نشتغل باور السوكيت. عندي البلر فراكتشر ماكو البلر فراكتشر، اكو سوفت تيشو انجري لو ماكو اوكي، التوث كامل لو فراكتشر توث اللي جابوا لي اياه. And only few minutes have enough sense is ورجع عش قد ما أقدر بسرعة. Should replant the tooth immediately. قد ما تقدر ترجع السن بسرعة أفضل. كلش الوقت مهم عندي بالريبلانتيشنز بحيث يعني أكو بروتوكولات مو تحسب لك إياه 24 hour ولا تحسب لك إياه بالساعة ولا تحسب لك إياه بنص ساعة، يحسب حتى على 15 minutes. أربع ساعة شو كنت رجعته؟ أول ربع ساعة لو أكثر زين، نص ساعة لو أكثر ساعة وهكذا. فالوقت عندي كلش مهم. Every effort هنا أنا directly to preserve a viable periodontal ligaments. شوف إيش قد مهمة PD ligaments عندنا. PD ligaments كلش مهم، أي لازم أحافظ عليها زين.
فشون احافظ عليها؟ احافظ عليها انه avoiding or minimizing زين ال inflammation. inflammation هو هي شنو inflammation؟ هو immune response مال بدي، صحيح؟ immune response مال بدي هو inflammation. هو inflammation تفرق على infection. infection يعني اكو microorganism، اكو microorganism. inflammation immune response مثل ابو المفاصل بالضبط، هو مو هو مو حيقول التهاب مفاصل زين، بس الدكتور يعرف الفرق، الدكتور يعرف انه هذا الالتهاب هو inflammation مو عضو، اي مو infection. فاذا انا شلون احافظ على البي دي ليجمنت؟ اقلل او اتجنب الانفلاميشن. الانفلاميشن جايه منين؟ ورا صارت نتيجه الكومبليكيشنات اللي راح تصير عندي افتر افولجنس، اللي هو ايش راح يصير سيكونس افتر افولجنس؟ الاتاتشمنت دامج والبلبل انفكشن. ممكن يصير افتر افولجنس بلب انفكشن ولا ممكن؟ ممكن يصير عندي افتر افولجن، يصير عندي اتاتشمنت دامج ولا ما يصير؟ يصير دامج وده يصير infections، راح يصير inflammation. PD ligament ممكن هو ترى أكثر يعني الكيسات الجنجيفايتس هذه أكثرها هو هي inflammation. زين هاي يعني ما أعرف ماخذيها أنتم بالبريو أو لا، هذه هسه مفهومة. فأني أحافظ عليها أنه أتجنب ال inflammation. إذا كان عندي cleanly avulsed tooth، cleanly avulsed tooth بسرعة إحنا قلنا رأسا أرجع مكانه و without حتى ما يحتاج local anesthesia والinitial radiograph آخر أني لازم تبي أشوفه قاعد مكانه ولا هاي غلط، هذا ما يتحصل مين بيجيني شيء ما تبغى. المهم فرجعه الزمة هاي بس حتى تفهمون ايش قد مهم التايم، بحيث اني رجعت راسا قبل كل شيء والاي لازم تب اصبعي وقلت الاكس راي على مود يعني استغل الوقت. بعد الصوره الى بعد الصوره الى صور اي اكو صور لا هو ليش بعد الصوره الى انا هو لاحظت بين الصوره وتجين السنه مثل ما كان الصوره صوره فوتوغراف اي جيب لا مو انت مو هاي انت محتاج تتعلم من الديوره وعلى السوكت مالته يقعد مرات بيشنت روت هو يقعد يعني شلون اللوك يكون كيو لوك يقعد هو يقفل مكانه اي لا تحير بالموضوع انت راح يعني هو يوجهك الى ان تحسه يقعد في البوزيشن واكس راي وياه فهو السوكت يوجهك. زين اذا عندي كلوت الكلوت هاي غالي مرة فهذا الكلوت بس تليت ان انا اضغط من ادخله ويقعد بمكانك هي اوريدي زين راح تروح الكلوت. وبالنسبه للسوكت وولز لا حد يلعب بيها، لا لا تسوي لها سكراب وذ انسترومنت يعني السوكت مو تجون تحكوه بالسوكت نوت سكراب بالسوكت جيب التوت وارجعها بمكاني. اوكي هو واقع من عنده قادم داخل بيت يعني هو التوس واقع من عنده وقلت له التوس قدامك اذا شوفه بعينك اذا فراكتشر لو ذات فراكتشر توس اذا شوفه بعينك. زين if the tooth does not slip back ما رجع بالبوزيشنز مالته. هسه انت اللي قلت لي علي ما رجع فايش راح احصل بهالحاله شو احتاج؟ قبل شوي ايش قلت رجعته وذات لوكال انستيزيا بهالحاله راح احتاج لوكال انستيزيا راح تكون بينفول واحتاج اضغط شويه. زين وناخذ بيجو بس على مود الالم الانستيزيا ايه بالضبط انا ليش انت انستيزيا يعني سيتي يا اذا خاف مستمر تو في ولا لا استفاد منه الا اذا تيرين بالك تسوي لي تمارش بس هو نفس الدكتور حتى ذاك اليوم ما واحد كان يقول على احد فيعني هو زي ابو الاكسو شي بول مو ده يسوي له اكزود يرجع للبيت بقى فكرات يصير هناك. عموما زين مجرد
زين نجي بعد اللوكال انستيزيو شو كنت احتاجه؟ اذا عندي فراكتشر او ديسبليس الفيلر بون، لانه الالفيلر بون يكون كلش بينفول فراكتشر. زين فاهمين احتاجه حتى ارجع الالفيلر بون مكانه. اذا عندي يعني اذا تلاحظون البرايوريتيز، شوفوا منو الاول، اول شيء ارجعه للتوث، بعدين راح اجي اسوي سوفت شو سوتشرينج. ترى هذا لازم تيجي تخبي كورونا شيء نستعملكم. زين نجي هسه على السوفت شو. سوفت شو انجري لازم نسوي له سوتشرينج. سوتشرينج على مود نسوي كنترول للهيموريج. طبعا اني مو اقعد انتظر اسوي سوتشرينج يلا اسوي ريبلانتيشن. فاول شيء اسوي ريبلانتيشن يلا اسوي سوتشرينج. يعني اكو برايوريتيز، اول شيء عندي ديسبليس الفيلار بون، اني اعدل الالفيلار بون يلا اري مو اني ارجع وبعدين اعدل الالفيلار بون، اعدل ريبوزيشنينج اسوي للالفيلار بون يلا اجي اقعد التوث، وراها اجي عندي تيرين اجي اسوي سوتشرين. اوكي هذا كله وقت همينه بالنسبه لنا استفادنا عنده. زين ايش قد اسوي سبلنتد for one month. هاي بيا كيس إذا عندي فراكتشر بالبون. for one month. هاي بالنسبة للسبلنتينج. المايكروسكوبيكال مايكروسكوبيكال إكزامينيشن. شافوا بالمايكروسكوبيكال إكزامينيشن. شافوا أنه خلال هاي عملية الستيبلايزيشن مالتي وخلال حتى أول أسبوع. زين؟ أنه قام يصير عندي ديبوزيشنز سكندري سمنتا وقام يصير عندي نيو الفيلار بون هيلينج بروسيس. قام يتكون سمنتا قام يتكون الالفيلار بون. زين حتى ويا من انتربتد ويا البريودنتال فايبرز يلزموه حتى هو الكيتي ليجامنت شو الشكل زين. فاني من صار عندي تيرنج وصار عندي ابونشنز وكذا هاي فمن رجعته اذا اني انتظر هيلينج بروسيس عندي فكل همي اني على الهيلينج بروسيس وقلنا احافظ على الكي دي ليجامنت واقلل الانفلاميشن فاكتور. زين هسه راح نبدي بعدين نحكي شلون اقلل الانفلاميشن اللي ممكن يصير. صار يمكن هو يصير انكلوز ممكن هي رياكشنز على الباد رياكشنز الباد رياكشنز اللي انا ما احبها تكون. المهم فراح ابدي اشوف راح يتكون هاي مايكروسكوبيكال احنا ما نشوفه بعيني يبدي يتكون سمنتوم ويبدي يتكون الالفيلار بون وبالتالي راح يلزمون البي دي ليجامنت يشكلوه بالسوفيس مالت التوم. زين preservations of intact periodontal ligaments هذا طبعا يعتبر important factors وراح يسوي لي healing without root revision. intact يعني تكون كاملة و healthy PD ligaments. شنو هذه النقاط اللي هسه اللي راح نعددها تعتبر هي فت important points in preserving periodontal ligaments اللي هي أول شيء delicate handling of it. راح يعلمنا شلون أنا أحافظ على الـ PD ligament. أول شيء الهاندلينج ماله. حيث إحنا إيش قلنا له شيء من الكراون لا تلزم الروت. زين storage in appropriate moist environment. لا تجيب لي إياه dry tooth إذا ما رجعته أنت خلي لي إياه. قلنا فانكس مولد سلايفر سلايف آخر شيء الووتر. quick replantation شقد ما تقدر بسرعة ترجعه سوي له replantations and appropriate stabilization. حتى الستيبلايزيشن لازم يكون بشكل صحيح. الانديزايربل بريودنتال ليجامنت رياكشنز اللي هسه قلت لي وحده من عندهم اللي هي شنية الانكيلوسز او الريزوبشنز اوف ذا روت. هم دول بنين الخاطر الانكيلوسز والريزوبشنز اوف ذا روت. ف
يعني اي احد من عندهم راح يسوي لي مستقبلا بالتدريج eventual loss of the tooth unless the resorptions can be controlled. الريزوبشنز ممكن شويه اسيطر عليه احتمالي فيه اذا اسوي له endodontic procedures ممكن يتوقف الريزوبشن وممكن لا حسب بعد استجابه الجسم او التوث. يوز اوف اكو ماتيريالز ايضا ممكن استخدمها تساعدني انه تبقى حافظ لي على البي تي دي دامج تكون هيلثي. هاي الماتيريال اسمها الامدوجين اللي هي مختصه لانامول ماتريكس دريفيتيف. هي عباره عن جل. جل هذا وين اخليه؟ الجل اخليه على اما على الروت او بالسوكت او اثنين. يعني هذا اخليه يمي تجي كيسات الابلجز اجيب هذه الماتيريالز اللي هي الجل زين اخليه على روس واخليه بالسوكت وادخله واسوي الريبلانتيشنز ماتي والبروسيجرز. It appears to aid preventing or retarding resorptions and ankylosis. وجدوا انه هذه الماتيريالز ممكن تسوي لي ريتارد للريزوبشنز او ممكن بريفنت ذا ريزوبشنز. الستابلايزيشنز الacceptable splints شنو الكرايتيريا مالتي؟ اول شيء من الكرايتيريا يكون easy to fabricate directly without ما احتاج laboratory بهالحالة procedures باسرع ما يكون جهازاني اصنع بايدي واصر هي اخلتكم صورة والانواع مالته. فاول شيء يكون easy fabricate سهل. اثنين place passively يكون passively ما يعطيني فورس على التوث. من الاجهزه اللي تعطيني فورس على التوث؟ الاورثو. بس بنفس الوقت الاورثو هم عندهم باسيفلي هو الريتينر مو صح؟ فاني الجهاز اللي اني اصنعه فور بلانتيشنز لازم يكون باسيف ما يسلط القوه على التوث. هاي اثنين. ثلاثه نوت تاش ذا جنجيفال تشو ما يطخ بالقام. اذا طخ بالقام شو راح يسوي؟ انفلاميشن وانسو راح ينجح البروسيجر مالتي مال ستيبلايزيشن والريبلانتيشن. يعني انا راح اسوي انفلاميشن بعد الايد اوكي فلازم يكون اواي فروم ذا جام نوت انترفير وذ اوكلوجن. مو اني اجي واخليه مثلا الواير وكلش انسايزلي وبحيث من يطبق ما يقدر يطبق راح يضرب البيشنت ما يتحمله. Easily clean. أي بالنسبة إلي أستعمل غالباً يعني أحب أستعمل Light Cure مادي كومبوزيت ماتيريالز أسويها بشكل بار وأخليها هم أستاتيك هم يعني easily clean هم يعني فورس توفر لي هاي النقاط. فمو مثل الواير وال يعني أكو براكتات وواير وكذا هذه this is not easy بس هي سهلة كثير وده يعطيني غلط. أني هالشيء خلي away from the gum أو أعلم البيشنت على البرشينج والماوث ووش رح نجي عليهم كلهم. Not traumatize the teeth or gingiva. لا جهاز مالتي لا يأثر لي لازم على الأسنان ولا يأثر لي على الجم. أوكي؟ And it should allow an approach for endodontic therapy. يعني شنو؟ أنا يعني رح أشتغل إحنا قلنا الجهاز ما رح أشده أنا لازم أسوي إندو. فما يتعارض ويا الاكسس مكان الاكسس اوبننج فيفضل تخلوه ليبيالي. اوكي هو مو ميسلر يصير ليبيالي بس يفضل ليبيالي. واذا خليتوه ليبيالي يعني فليتالي فتخلوه بمكان مو بمكان يعني هي جلوس سينجلام اللي هي مكان الاكسس اوبننج. ماشي should be easy to remove. ومن اجي اشيله سهولة أشيله مو أشيله قلبي وأشيله. هاي هنا الصور مال ال stabilizations. هاي الأنواع شوفوا أول نوع. هاي الصورة مال كتاب مال من ماكدونالدز فهو ذاكر هاي الأربع procedures. فأول واحد اللي هو شو خال براكتات وواير وكومبوزيت. ثاني واحد واير وكومبوزيتس. ثالث واحد بس الكومبوزيتس. بس لازم نتخلوا الكومبوزيتس
يعني ما تخلوا يعني قوه ويدخل بين يعني بالبروكسيمال سيرفيسز، تخلوه على راحته. وعندي رابع صوره اللي هو هذا يكون ريكتانجولار واير وكومبوزيت حسب كتاب حسب ماكدونالد. هذا الكتاب زين يقول افضل انواع هو السي اللي هو الكومبوزيت. حاسبها من ناحيه الفورس، من ناحيه يعني هذا يكون اقوى، من ناحيه الاستاتيك همينه، من ناحيه الاسرع يعني. انا هذا انا بالنسبه لي اسرع اشتغله حتى اذا يعني بصعوبه، لانه ذن الوايرات يراد لك وياها اسيستنت زين. مرات انت تلقى نفسك مثلا وحدك بتشتغل، فالكومبوزيت شويه السيطرة عليه اسرع. سبلنت از ايزلي ريموفد عاده 7 إلى 10 ايام. اذا انا ايش قد الستابلايزر هنا اكيد طبعا وداوت فراكتشر يعني اجلر بون فراكتشر اقصد، زين هناك لازم شهر. فهنا 7 إلى هو طبعا ذاكركم اياها المحاضره بس نقطه تفاصيل، بس هو ماكو يعني هو هذا يعني شهر. انا عندي اجلر بون فراكتشر مبقي شهر مرة شهرين حسب الكيس. فهنا 7 إلى 10 ايام استبلت باي كاتينج ثرو ذا ريزنس وذ ا بير. وشلون اشيله؟ استخدم بير، اشيله ريزنس ماتيريالز اللي هي كومبوزيت ماتيريال، اشيلها بالبير حتى دا اوصل للواير زين. وباقي الماتيريالز اقدر استخدم بها فينيشينج انسترومنتس. If the splint used to stabilize the lower teeth. نجي للور تيث. بالنسبة للور تيث يقول إذا خليتها ليبيالي باللور تيث ممكن يتعارض ويا الأوكلوجن. وإذا خليتها لينجوالي زين مو بس ويا الفم، حتى إنه السلايبا وما تخليك تشتغل يعني لأنه هايبر سليبيشن دور أوبي موف. openings مال salivary duct lingual اللي lingual salivary duct. بس هو يقول انه labial placement هو preferred whenever possible. خليه labial. فانتوا شو تسوي؟ تحاولون انه ما يتعرض ويا الاوكلوجن، انت تخليه يطبق وتطوع عليه. الليبيالي حتى انت تقدر تتابعه، والبارنتس مو يعني مو احنا بالعكس، اقصد البارنتس شوفوه اذا يوقع يبين. أنا مرات أضطر من إنه يجيب ليدو وكذا، فأضطر أخليه مثلاً بالمكسيلاري سايزر، أخليه ليبيلي وأخليه فليبيلي صراحة يعني. مرات أضطر أخليه لأنه يجيب ليدو، فما تقدر ما تسيطر على الإتشينج وعلى البوندين. إذا patient mental disability أو عنده immature behavior أو مثلاً insufficient abutment teeth زين، فبهالحالة ذولا ما يتقبلون انه خاله اني يعني مثل وخاله ما يتقبلون اشياء غريبة يعني فورين باديز تكون موجودة بالماوث. فبهالحالة يقول انه اني استخدم البوندد ريزن سبلنت والسوتشرينج. اذا شوفون يعني مسوين السوتشرينجز ميجيالي وديستالي للتوث وخالين مسوين سبلنت باي لايت كومبوزيت اللي هو البوندد ريزن سبلنت، هذا يتقبلوا اكثر من ترى تارد. شكرا. يتقبلوا اكثر مو مثل ما خال واير ويعني مثل ما يتقبلوا بهالحال. واحنا يعني الكبار ما هاي يظل لو يجرجر بيه لو يلعب بيه، بس هذا ممكن ما هذا ما يعني احنا مثبتين اتشينج بوندي نشيل السرعه وش. اي هذا افضل شويه يجوز بعد ما يحس بي. اذا انت يعني حتى بالتانج يعني اتصور اذا راح تلزمه بالتانج مالتك فما راح مثل الاحساس اللي راح يصير من اكو براكيتات الواير، هذا يكون سوفت. الستابلايزيشنز ايش قلنا ايش قد ريكوايرد؟ 7 إلى 14 يعني اسبوعين اوكي. البيريود انت الليجامنت لقوها بانه شو وقت يصير بيها هيلينج؟ يبدي هيلينج مالتها باول اسبوع. فهو باول اسبوع يحتاج اسبوع، اسبوع ثاني
اوكي حتى ومن تسوون اندودونتيك بروسيجرز يعني انا افضل تشتغلوا اشتغلوا هو بعده يعني اكو موجود الجهاز اللي احنا سويناه ستابلايزيشن واشتغلوا بعدين وخروا الجهاز يعني هسه احنا زي نقول ورا اسبوعين احنا مو ذكرنا قبل شوي ان الاندو اسوي ورا اسبوعين بس التوبيك استابليشن هو بعد هسه راح يجي عليه التوبيك استابليشن باول اسبوع يعني الاكسس اوبننج والتوبيك استابليشن سويه باول اسبوع زين وراها اجل باقي الاندودونتيك تريتمنت ورا اسبوعين البيشنت شود ادفايز نوت تو باي دايركتلي هاي الانستراكشنز اللي نعطيها للبيشنت بس احنا ثبتناه وخليناه سوينا له ستيرلايزيشن بس انا راح احيوه البيشنت غير اني اعطي انستراكشنز فالانستراكشنز اقول له انت 3 الى 4 اسابيع تقريبا شهر زين لا تاكل دايركتلي على التو ستراكشر اكل سوفت دايت اذا تريد تاكل اكل على باقي اسنانك البقيه مو هذا التو الافكتيف الاكل مالتك قطعة زين طبعا هي غالبا نعطيها الانستراكشنز يعني ما ضربيها مو وياها يعني البارنتس زين وهذا التايم انه بايت سايز بيسز فقطع قطع صغار وطيه حتى يصير سهل عليه لانه جراجولي شويه شويه يقدر يرجع الحاله الطبيعيه البيشنت شود مينتين الشغلات الثانية انه لازم يسوي برشينج لازم يسوي فلوسينج انا اخاف من الانفلاميشن ممكن احنا نخاف من الانفلاميشن حتى احافظ على صحة البيدي ليجامنت مالتي فمن ضمن الانستراكشنز قلت له على الاكل وقلت له همينة لازم برشينج يو شود برش يور تيث يو شود يوز دنتال فلوس يو شود يوز كلوركسيدين ضروري تطلبون كلوركسيدين اغلبهم بعد اورال هايجين يعني اللي يجون بعد ايش اعطي فايت هاي الانستراكشنز كلها الشغله المهمه الاخرى هو الانتيبايوتيك الانتيبايوتيك اللي حتى امنع الانفكشنز كسيكونس للانفكشنز مش راح يصير احنا ممكن ناخذ السيكونس انفلاميشن بديك فان حتى ذس از فور بروفيلاكسيس حتى امنع قبل ما يصير انا راح اعطي انتيبايوتيك سيستميك انتيبايوتيك ثيرابي زين فور ات ليست ا ويك فولوينج ريبلانتيشن انطي انتيبايوتيك بالقليل اسبوع وانا طبعا خلال هالاسبوع انا فاتحه اكسس مسويه بوب اكسبكتيشن اوكي زين اف ذا كلوز ذا ابيكس از تعبت تتوقف على الكلوز ابيكس لا بعد ليش مو محاضره صرت لك محاضرات حرام اذا الابيكس كلوزد كستندينج ذا انتي بايوتيك ثيرابي انتل ذا بولت يعني اكستربيشن ليش تتنبه ليش اوكي الانتي بايوتيك انا شو بدي اكون بالسيف سايد شويه احس نفسي مرتاحه من اسوي بولت اكستربيشن اوكي حتى اسيطر على الريزوبشن من اعرف البوب تشو داخل موجوده داخل كل ما موجوده البوب تشو بالثانوي كل ما اني باقيه يعني ما مرتاحه اوكي فلي وين يستمر السيستميك انتي بايوتيك ثيرابي الى انا اسوي البوب اكستربيشن بعدين تشوف تسوي كيف اما اذا سويتها باول فيزيت انت اوريدي طيب القليل اسبوع يعني هذا الاسبوع احنا اول اسبوع لازم واذا اني اجلت البوب اكستربيشن اكثر من اسبوع وهو يفضل بأول أسبوع فأنا مستمرة مطيتها الانتيبايتك is effective in preventing developments of external inflammatory root resorptions هاي فائدة هالانتيبايتك preventing إذن for prophylaxis وما عندي infection آني حتى أمنع this finding suggests antibiotic may also helpful in those cases with immature يعني open ethics كيسات open كيسات الاوبن ابيكس شو قلت عن كيس الاوبن ابيكس تعمل وياها مو مثل الكلوز الكلوز ابيكس بس تفتحوا عنده الكلوز شويه انتظر ويا الكلوز فانا مرحله الانتظار هذه انا لازم انطيته انتي بايوتيك حتى امنع الانفلاميشنز زين ذس بلب اوف اماتوري بلانتد الاو تو ريمين وايل ريفيتاليزيشنز ريمين ا بوسيبيليتي ما طول أني عندي احتمالية التوث بعد بايتال
فأني لازم أبطي أمطي التبايد. نجي هسه على الإندودونتيك مانجمنت. دكتور أبو الأوبن أبيكس شو بتسوي للبلب إكستربيشن؟ هو إحنا بعدنا احتمالية إنه التوف هذا كنا، فأني لازم أخليه فولو أب فولو أب بين أسبوع وأسبوع. الكربات هسه راح يجي يحكي عليه. شنو الفرق بين ما طول يعني البلط الشو موجود، البلط الشو احتمال يصير عندي نكروتك بلط، فمن يصير نكروتك من السوار راح يصير اكو بكتيريال انفكشن، ممكن يصير عندي بري ابيكلابيشن والاسيديتي والروتيور. اوكي؟ اسيديتي تاكل التوسخه.